رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وهي الحلقة الرابعة من برنامج الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. ومرة جديدة أيها الإخوة، العالم كله متجه نحو التأهيل والتدريب، وزارات الصحة فيها أقسام للتأهيل والتدريب، وزارات التعليم العالي فيها دوائر للتأهيل والتدريب، وزارات المواصلات فيها أقسام للتدريب والتأهيل. لماذا لا يكون للزواج تأهيل وتدريب؟ لذلك كانت هذه الدورة الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. كنا تكلمنا في الحلقة الأولى عن دعوة الإسلام إلى الزواج، وفي الحلقة الثانية تحدثنا عن حكم الزواج، والحلقة الماضية تحدثنا فيها عن دوافع الزواج، لماذا يتزوج الناس. عنوان حلقة اليوم: التأهيل النفسي للمتزوجين. يا أيها الإخوة، كل من يمضي باتجاه أمر ينبغي أن يؤهل نفسيا. الجندي قبل أن نرسله إلى ساحة المعركة ينبغي علينا أن نخضعه إلى تأهيل نفسي. وكذلك إذا أردت أن تذهب بأولادك إلى نزهة ينبغي أن تؤهلهم نفسيا. تقول لهم قبل أيام: يا أولاد، نحن بعد يومين سنذهب إلى نزهة، جهزوا أنفسكم. يستعد أبناؤك نفسيا للذهاب إلى هذه النزهة. لا يحق ولا يجوز ولا يستقيم ولا يكمل أمر بدون تأهيل نفسي. الشاب الذي سيذهب نحو الزواج ينبغي أن يؤهل نفسيا. الفتاة الذاهبة نحو الزواج ينبغي أن تؤهل نفسيا. هناك مشكلة إذا لم نؤهل الإنسان للزواج، وهناك مشكلة أكبر إذا أهلناه تأهيلا مضادا. يعني الجندي الذي سيذهب إلى المعركة، لو أني أنا أهلته قبل شهر أو شهرين للذهاب إلى نزهة لا إلى معركة، ثم في اليوم المحدد ذهبت به ووضعته في ساحة المعركة، هذا الجندي سيخسر قبل أن تبدأ المعركة. أهل للذهاب إلى نزهة وإذا به يجد نفسه في ساحة معركة. الآن بعض الفتيات وبعض الشباب أو كثير يؤهلون بطريقة غير صحيحة، في الأقنية الفضائية، في الغناء، في المسلسلات، في الأفلام، في كثير أو عدد من البرامج، كأن الزواج حب وفقط، كأن الزواج عشق وفقط، كأن الزواج غرام وهيام ووصال ووئام وسلام وفقط. الحق أن الحب جزء من الزواج، لكن هناك أجزاء أخرى تسعة لابد أن تذكر معه. فما معنى أن أحب فتاة أتزوجها لكنها ليست جديرة بحمل المسؤولية؟ ما معنى أن تحب فتاة شابا فتتزوجه لكنه لم يتدرب على رعاية بيت ولا على حماية بيت ولا على إنشاء أطفال؟
الحب جزء لكنه ليس كل شيء. عنوان حلقة اليوم: التأهيل النفسي للمتزوجين أو للمقبلين على الزواج. في التأهيل النفسي أيها الإخوة، كلمات ثلاث مهمة جدا. الكلمة الأولى: الزواج مسؤولية. لو أردنا أن نضغط الزواج كله بكلمة واحدة لكانت هذه الكلمة: الزواج مسؤولية. باختصار، كل شاب سيذهب نحو الزواج ذاهب نحو تحمل مسؤولية جديدة. أنت قبل زواجك كنت مسؤولا عن نفسك، ربما تكون مسؤولا عن أمك وأبيك بنفقة معينة إذا كانا كبيرين وأنت الذي تنفق على البيت، لكنك بعد الزواج ستصير مسؤولا عن نفسك وعن أمك وأبيك وعن زوجتك، وبعد سنة من الزواج ستصير مسؤولا عن مولود جديد، عن ابن. الزواج مسؤولية. إذا كنت مستعدا لتحمل مسؤولية جديدة اذهب نحو الزواج. قبل الزواج كنت تسهر إلى ساعات متأخرة خارج البيت، بعد الزواج لا يستقيم لك ذلك الأمر. إن تلك المرأة العفيفة التي تنتظرك في البيت من حقها أن تعود إليها باكرا. وقد حدثتني إحدى السيدات الفاضلات تقول إن زوجها في كل يوم كان قد تعود أن يسهر مع أصحابه إلى ساعة متأخرة من الليل، لما تزوج بقي على تلك العادة. هذا من أكبر الأخطاء. الزواج مسؤولية. وأنت أيتها الفتاة قبل الزواج كنت تستيقظين في ساعة متأخرة صباحا، في الساعة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة، لأن أمك كانت هي التي تعتني بالبيت، لأن أمك كانت هي التي تعد لكم البيت والطعام وما شابه. بعد الزواج لا يستقيم لك هذا الأمر أبدا، لأن هذا الزوج الذاهب إلى العمل في كل صبيحة هو ينتظر زوجتان تستيقظ قبله لتجهز له الدار وتجهز له الطعام وتجهز الثياب. واحد من الإخوة الشباب تزوج فأخبر أحد العلماء يقول إنه خلال 6 سنوات من زواجه لم تستيقظ زوجته ولا ليوم واحد قبله، قبل ذهابه إلى العمل. يقول لم يتناول طعام إفطار في بيته خلال 6 سنوات. يقول له هذا الشيخ وقد ظنه مبالغا: أيعقل؟ أصحيح؟ قال: والله زوجتي لم تستيقظ ولا في يوم من الأيام قبلي وقبل ذهابي إلى العمل. الزواج يا أيتها الفتيات مسؤولية. الزواج حب، هذا جزء، لكنه مسؤولية وهذا جزء أهم وأكبر. الله عز وجل في القرآن الكريم اختصر مسؤوليات الرجل ومسؤوليات المرأة في الزواج بآية في سورة النساء رقم 34. احفظوا هذه الآية أو سجلوها على ورقة أو خططوها في لوحة وضعوها في بيوتكم. النساء الآية 34. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. 3 مسؤوليات للرجل في هذه الآية و3 مسؤوليات للمرأة. الآية تقول: الرجال قوامون. قوامون جمع قوام. قوام صيغة مبالغة من قائم. قائم قوام. الآن أيها الإخوة، نحن جالسون، نحن مستريحون، لكن فريق العمل في هذا البرنامج قائم على خدمتنا. إذا نحن نرتاح وهم قائمون على خدمتنا. إذا ذهبت إلى مطعم عام أنت جالس في المطعم وأعضاء فريق العمل في المطعم قائمون على خدمتك. الموظفون في الدوائر العامة قائمون على خدمة المراجعين. القائم هو الذي يعمل أكثر، هو الذي يجتهد أكثر، هو الذي يخدم أكثر. الرجال قوامون يعني يقومون بكثرة على رعاية زوجاتهم. أول مسؤولية على كل شاب
ذاهب نحو الزواج القوامة، أن يقوم على رعاية زوجته. هل أنت مستعد لرعاية هذه الزوجة؟ لابد أيها الإخوة أن يؤهل الشاب لهذه المسؤولية، مسؤولية القوامة، ثم مسؤولية التربية، لأن التربية جزء من القوامة. مسؤول أنت أن تدعو أهل بيتك إلى طاعة الله، مسؤول أنت أن تدعو زوجتك إلى مرضاة الله تعالى. ومن أيام حدثني أحد الإخوة أنه يجد مشقة كبيرة في دعوة زوجته إلى الصلاة. قلت له: أنت لك أجر كبير فيما يتعلق برعاية هذه الزوجة وبدعوتها إلى الصلاة، وكلما ازددت من دعوتها وأمرها وترغيبها وتحبيبها كلما ازدادت أجورك وازددت قربا من الله تعالى. مسؤولية القوامة، ومسؤولية التربية، ومسؤولية النفقة، هذه كلها على الرجل. المرأة في الإسلام ملكة بكل ما تعني كلمة ملكة من معنى وأبعاد. إذا كانت صغيرة فنفقتها على أبيها، إذا تزوجت نفقتها على زوجها، إذا صارت أماً وقد مات زوجها نفقتها على أولادها، إذا لم يكن لها أولاد النفقة على إخوانها من الرجال والشباب. المرأة ملكة في الإسلام، لقد رفع الإسلام هذه المرأة ورفع لها قدراً عالياً. والرجل أنت المسؤول عن النفقة، ولو كانت زوجتك موظفة ولها راتب يفوق راتبك بأضعاف، لا يلزمها قانون ولا شرع أن تنفق على هذا البيت. أنت أيها الشاب أنت المسؤول عن النفقة. الزواج مسؤولية، قبل أن يمضي شاب نحو الزواج ينبغي أن يراعي: هل أستطيع أنا أن أخدم هذه المرأة، أن أنفق عليها؟ قال لي شاب في السنة الثانية الجامعية، قال إنه أحب فتاة في الجامعة زميلته يريد أن يتزوجها، ما رأيك؟ قلت له: ماذا تعمل أنت؟ قال: ما عندي عمل. قلت: ماذا يعمل أبوك؟ قال: أبي موظف. قلت: كم أخ أنتم؟ قال: سبعة. أين تسكنون؟ في حي نائن. هل يستطيع أبوك أن يؤمن لك دارا؟ قال: أبدا. هل يستطيع أبوك أن ينفق عليك وعلى زوجتك؟ قال: مستحيل. قلت: إذن كيف ستأتي بهذه المرأة إلى بيتك، إلى دارك؟ من سينفق عليها؟ قال: أعمل أنا وهي. قلت له: يا حبيبي النفقة عليك وليست على المرأة، لا تفكر أبدا ولو عملت زوجتك أن تطلب منها مالا، من الممكن هي أن تساهم محبة ورغبة، لكن الشرع والقانون لا يدفعانها أو يأمرانها أو يرغمانها على هذا الأمر. مسؤوليات الرجل ثلاثة: القوامة والتربية والنفقة. الآن مسؤوليات المرأة، الزواج مسؤولية أيضا ثلاثة. قال الله تعالى: فالصالحات. والآن ما معنى امرأة صالحة؟ نحن نقول الصالحات المصليات، الصائمات، القائمات، العابدات، المعتمرات، الحاجات، هكذا نقول. لكن القرآن يقول أمرا آخر، يقول: فالصالحات قانتات. ومعنى القانت هو المطيع. الصالحات قانتات يعني طائعات. أول مسؤوليات المرأة أن تطيع زوجها. أنت ستسألين يوم القيامة: هل أطعت زوجك أو لا؟ أنت مسؤولة. لعل فتاة تقول: أنا ما اعتدت على الطاعة. الزواج لابد أن تتعودي على الطاعة. ولعل بعض الأخوات المشاهدات يستغربن، يقولن: في القرن الحادي والعشرين في هذه الألفية الجديدة تحدثوننا عن طاعة امرأة لرجل؟ نقول: نعم نعم، العالم كله قائم على الطاعة، العالم كله نظامه يقوم على رئيس يأمر ومرؤوس يطيع، على مدير يأمر وعلى موظف يطيع، على أستاذ يأمر وعلى طالب يطيع. لا يوجد في الأرض أسرة أو جماعة أو مؤسسة أو هيئة تقوم إلا بهذه الطريقة. أرأيتم إلى الطائرة؟ فيها ربان، فيها كابتن وفيها مساعد كابتن. الكابتن هو الذي يأمر، ماذا يفعل مساعد الكابتن؟ يطيع. هل يعيب أحد منا مساعد الكابتن إذا أطاع الكابتن؟ أبدا. وما رأيكم
إذا قال مساعد الكابتن للكابتن قال له يا أخي أنت طيار وأنا طيار، وبالفعل المساعد والكابتن بدرجة واحدة من المهارات غالبا، يقول أنت طيار وأنا طيار، أنت تقول أمرا وأنا أقول أمرين، ليس لي أن أطيعك وليس لك أن تطيعني. ما رأيكم ماذا سيحدث بالطائرة؟ ستسقط أرضا. ربان السفينة يأمر والمساعدون يطيعون، وإذا لم يطع المساعدون ستغرق السفينة. مدير الشركة يأمر والمساعدون يطيعون، وإذا لم يطع المساعدون تتهدم الشركة. الزوج مدير في الأسرة، فإذا أمر ما عليه أن تطيع المرأة؟ ما عليه؟ وإذا كانت ابنتي أو ابنتك أو أختي أو أختك أو أنت أيتها الأخت الكريمة أيتها المشاهدة، ما عليه إذا كنت طالبة في الجامعة وأمرك مدرس الجامعة أمرا في مسائل العلم ألا تطيعينه؟ ولا أحد ينظر لك نظرة ريبة، بل بالعكس يقولون أحسنتي، لا بد أن يطيع التلميذ مدرسه. قال الله تعالى فالصالحات قانتات، يعني طائعات، طائعات لأزواجهن وطائعات لله تعالى. وإن الله تعالى قال فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، وحسبك أن تدخل الجنة برضا زوجك مع تقوى الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. ألا تحبين أيتها الأخت أن تدخلي جنة الله تعالى؟ إن طاعة الزوج بالمعروف باب لدخولك الجنة. أول مسؤولية للمرأة مسؤولية طاعة الزوج، فالصالحات قانتات. نتابع مسؤوليات المرأة داخل بيتها بعد الفاصل، فكونوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، ومرحبا بكم مرة ثانية في الحلقة الرابعة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. كان عنوان الحلقة التأهيل النفسي للمتزوجين. قلنا بأن التأهيل النفسي يتضمن ثلاث كلمات، أولا الزواج مسؤولية، وتحدثنا قبل الفاصل عن ثلاث مسؤوليات للزوج، والآن مسؤوليات الزوجة. وهذه المسؤوليات الستة في سورة النساء الآية رقم 34، قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات. الآن أول مسؤولية للمرأة الطاعة، طاعة الزوج وطاعة الله تعالى، تحدثنا عنها قبل الفاصل. المسؤولية الثانية حافظات للغيب بما حفظ الله، يحفظن دورهن في غياب أزواجهن ويحفظن أولادهن في حضرة وغياب أزواجهن. واعلمنا أيتها الأخوات أن المرأة التي تهز سرير ولدها تهز العالم بأسره. نحن بحاجة إلى أمهات إذا حفظوا الأولاد خرجوا لنا قادة للعالم يقودونه نحو الخير. العالم اليوم يبحث عن من يذهب به نحو الخير. إن بيدك أيتها الأم أيتها الزوجة أن تصنعي لنا أولادا، هذه الصناعة تفوق كثيرا صناعة طائرات أو صناعة باخرات أو صناعة طب أو هندسة. إن الأمة برعايتها لبيتها ورعايتها لأولادها تصنع صناعة كبيرة. وقديما قال الناس وراء كل عظيم امرأة، وبالحق أيها الإخوة إنكم لن تروا عظيما إلا وراءه زوجة هي التي دعمته، هي الذي حمت ظهره حتى صار هو في هذه العظمة. حدثوا عن الإمام الأوزاعي وهو إمام بلاد الشام من لبنان من بعلبك. هذا الإمام مات أبوه وهو صغير، يقولون نشأ الأوزاعي يتيما في حجر أمه، ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها تربيته. كان الذي ينبغي على سامع كلام الأوزاعي أن يسجل كل كلمة يقولها. نحن بحاجة إلى أم تربي لنا أوزاعيا جديدا، تربي لنا عمر بن الخطاب،
تربي لنا صلاح الدين الأيوبي: إن حفظك للبيت وحفظك لزوجك ولأولادك من مسؤولياتك. مسؤوليات الرجل ثلاثة: القوامة والتربية والنفقة. مسؤوليات المرأة ثلاثة: الطاعة وحفظ الأولاد وحفظ البيت. الزواج مسؤولية. يا أيتها الفتيات، يا أيها الشباب، من أراد منكم أن يتزوج ينبغي أن يستعد لتحمل مسؤولية. من لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية بيت، مسؤولية زوج، مسؤولية أولاد، طاعة زوج، ننصحها ألا تفعل، حتى تهيئ نفسها وتنشئتها وتربيتها وخلاياها لهذه المسؤوليات. يا أيها الشباب، من لا يستطيع منكم أن يتحمل مسؤولية القوامة، مسؤولية التربية، مسؤولية النفقة، ننصحه ألا يفعل، حتى يستعد، حتى نبني أسرا صحيحة. أول نقطة في التأهيل النفسي للمتزوجين: الزواج مسؤولية. الكلمة الثانية: الزواج تضحية. من أراد أن يتزوج فليعلم أنه مستعد للتضحية. من أرادت أن تتزوج فلتهيئ نفسها للتضحية. الزواج تضحية. وكم ضحت أمهاتنا لأجلنا، وكم ضحى آباؤنا لأجلنا. ما من طبيب ولا مهندس ولا حرفي ولا تاجر ولا صناعي ولا طالب ناجح، ما من فتاة قويمة، ما من فتاة مستقيمة، ما من فتاة ناجحة إلا لها أم هي التي صنعتها، ضحت لأجلها ولأجل إخوانها وأخواتها. إلا لها أب ضحى من أجلها ومن أجل إخوانها وأخواتها. الزواج تضحية. يا شباب، استعدوا للتضحية قبل يوم زفافكم، ولكم بهذا أجر كبير عند الله. واسمعوا إلى هذه القصة. من سيد ولد آدم على هذه الأرض؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زوجة سيدنا محمد ماذا تسمى؟ تسمى أما للمؤمنين، وتسمى بالعرف المعاصر السيدة الأولى. رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة اسمها أم هانئ بنت أبي طالب. أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها، وهي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت متزوجة، مات زوجها وخلف لها أيتاما. الآن خطبها سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه. بالله عليكم أيتها الفتيات، هل تأبى امرأة أن تكون سيدة أولى في العالم؟ أم هانئ لما جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ملء العين والسمع ولست عنه بمستغنية، ولكني امرأة موتمة، عندي أيتام، أخاف إن اعتنيت بحقه أن أقصر في حقهم، وإن اعتنيت بحقهم أن أقصر بحقه. أنا أعتذر يا رسول الله عن الزواج. بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أرعاه على زوج في ذات يده وأحناه على ولد في صغره. لقد ضحت أم هانئ بمنصب أن تكون السيدة الأولى في الدنيا والآخرة لقاء أن ترعى هؤلاء الأيتام. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين لقد أجهدتها الحياة، لقد أجهدتها المشقة حتى رسم ذلك على خديها. أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الجنة، امرأة آمت من زوجها، مات عنها زوجها وخلف لها أيتاما، فحبست نفسها عليهم حتى ماتوا أو بانوا. الزواج تضحية. الزواج مسؤولية والزواج تضحية. وهذا هو سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه. يموت أبوه وقد ماتت أمه في السابق، وخلف أبوه له 7 أخوات بنات. وجابر شاب، والشاب يحب أن يتزوج فتاة بكرا، جميلة، صبية، فتية.
فلما أراد أن يتزوج تزوج امرأة ثيبا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: ثيبا أو بكرا؟ قال: ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله، مات أبي وترك لي 7 أخوات، وفي رواية 9 أخوات، فما أحببت أن آتيهن بثامنة، أردت زوجة كبيرة حتى تعينني على تربية أخواتي البنات. لقد ضحى بشيء يخصه لأجل أن يرعى أخواته البنات. الزواج تضحية. التأهيل النفسي للمتزوجين فيه 3 كلمات: الزواج مسؤولية، الزواج تضحية، ثالثا وأخيرا الزواج قبول للاختلاف. إذا تزوجت فاعلم أنك قبلت أن تكون مختلفا مع زوجتك. مستحيل أن يتطابق زوجان مع بعضهما انطباق الكف على الكف. لا تصدقوا، لا تصدقوا أن زوجا وزوجته متفقين أو متفقان بدون أي اختلاف أبدا. إذا انتفى كل فارق انتفت الاثنينية. ما دمت أنا وأنت 2 إذا نحن مختلفان. فإذا تزوجت فاعلم أن زوجتك ستكون مختلفة معك وأنت راض بهذا الاختلاف. التأهيل النفسي للمتزوجين يتضمن 3 كلمات: الزواج مسؤولية، الزواج تضحية، الزواج قبول للاختلاف. مسؤولية وتضحية وقبول للاختلاف، ولك من الله تعالى ولك من الله تعالى أجر كبير بزواجك. أيها الإخوة، بهذا تنتهي الحلقة 4 من برنامج الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب إذنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكن يضمه.